في هذا الفيديو غنشوفوا مغربي في الجزائر القصة ديالو مع مدير السجن في تلمسان وعلاش هذا المغربي دخل للسجن واتهموه بحيازة المخدرات رغم انه هز معاه غير النفحة، النفحة اللي كيعرفوها كاع المغاربة بصح الجزائريين ما كيعرفوهاش. المهم خليكم مع القصة نتاع هذا المغربي، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. قصة يا الأصدقاء وقعت لي مع مدير السجن، مدير السجن بالضبط في مدينة تلمسان أو بما يسمى ولاية تلمسان. قصة هذه أخوتي هي يعني صعيبة علي أنا، ولكن من بعدها ولات طريفة لي أنا. ديك الشيء علاش القصة هذه بقات لي في راسي، وقلت علاش لي ما نبارطاجهاش مع أخوتي باش ديو فكرة وديو الطريفة مع أخوكم محمد. أوكي أصدقاء، القصة أخوتي كيفاش بدات؟ قبل ما نبدأ نقول السلام عليكم ورحمة الله. القصة أخوتي انني تحكمت في عين تموشنت في البراج، وغادي نختصر لكم الكلام وغادي نروح مباشره الى السجن. دخلنا السجن، في السجن اصدقاء كاين واحد القوانين اللي هي صارمه، يعني التفتيش. كاين الناس اللي كيعرفوا هاد القوانين وكاين الناس اللي مكيعرفوهمش. في السجن راه غادي يفتشك يعني كما ينبغي، مثلا الخوات يتقلعوا الساعه تقلع، كاسكيطة تقلع، الأمور تاع السيور تقلعو، الصمتة تقلع، كذلك إلا كان عندك أي حاجة فيها الحديد ولا حاجة كتقلع. يعني إنت كان عندك مثلا أديداس ولا سبرديلة كيقولو لها السيور ديالها تبقى بلا سيور، مفهوم؟ كان عندك صباط يقولو لها السيور، الصمتة تقلع، هادو راه أمور واضحة. وكان واحد القضية أخرى أخوتي في التفتاش، كيكون واحد التفتاش صارم يعني قادر يقلع لك قشك نورمال. كاين قوانين ورقام مكتوبة. أنا أول مرة قال لي قلع قشك قلع، قلت له شو مال أنا الشيطان أشياء، قال لي قلت لك قلع قشك. المهم قلعت 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 من وسط الشوط، قلت له شو مال من هذه، قال لي خلاص هذه الورقة راه كل شيء ماشي غير انت، كل شيء هذا راه قانون. فهمتوني حبيب؟ كيقول لك قلع حني نضرب لك على هادي طاق، خصك تكح باش كانت عندك شي لعيبه في اللعيبه تخرج، مفهوم اخوتي؟ هذا راه صرامه قانون. فتفتش انا باش يفتشوني، انا كنت مدخل معايا من المغرب، دخل معايا الزيت البلديه زيت الزيتون، دخل معايا طلبت علي الوالده الله يحفظها باش ناكلها من هذا الزيت من هنا هو يدخل بزين السوائل. وكنت مدخل معايا واحد البليه، بليه كنت كنديرها طابه، حنا كنقولها طابه. وباش نوضحها لخوتي هنا في الجزائر شمت عن النيف، هي راه ما كاينش في الجزائر اخوتي الطابه، كاينه في واحد قريبا بحالها ولكن في الشرق الفوق. شنو هذيك؟ ماشي بحال هذا، ماشي طابه حرشه، هذه طابه جايه رطبه، طابه مزروعه في الجبل والغابه، طابه ديال كتامه كتاميه. هذه كيفاش الطريقه ديال هذه؟ كيجيبوا واحد الورقه سميتها طابه، كيبسوها وكيحكوها وكيديروا معها الرماد ديال الداليه، وكتنفح في النيفيه، كتنفح هكا كتعطي واحد الزنزينه بحال شكل الدخان. نقول الله يعفو على جميع المسلمين. طابه انا شي باش فتشوني لقاو عندي هاد الطابه، المشكله ماشي لقاو عندي وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، ولقاو عندي نشوف 9 ولا 10 ديال البطايق. هنا هما هنا في المغرب كيقولوا بطاقه، شنو هي بطاقه؟ ملي كتمشي عندك تقول عطيني بطاقه كيعطيك واحد خنيشه هكا، خنيشه قد هكايا ومحزومه فيها هذيك الطابه، هذيك هي بطاقه. مش عارف كدير ديما الجزائرية إلا كانت غالية كان زميل، يعني ما غالياش هادي حاجة، يعني كون كانت مخدرة تكون غالية. أنا كنت مدخلها معايا لأن ما كاينش في الجزائر، كنت زعما بروفيتي ضرب لي هذيك هذوك 9 تاع 10 شيا تيضربوا لي مثلا شهرين 3 شهور 4 شهور صديق، حيت هي كطول شكارة تضرب لك ضرب لك ضرب لك مهم مدة على حسب الاستهلاك ديالك. هي هذيك اخوتي باش تلقاو عندي هذوك 9 شكايار والكوزه حتى هي
فيها واحد القريعه هذيك ديال التقطير ديال العينين كنغسلوها كنبقاو نديرو فيها باش ما تشحتش. قالوا لي مخدرات، اسمع هذيك كلمه مخدرات اخوتي، قلبي زازا من بلاصتو على بالكم والله انا تخلعت. قال لي مخدرات، قلت له انا عشيت انا حضرات ما كلام مخدرات لا والو. هذه طابه هذه، قال لي طابه، قال لي شد الشكاير هذو كاملين ستهم ريح هكا في البيرو ديالو، قال لي شد القرعه هذه. قلت له هذه حضارات، قلت له هذه راه هي طابه هذه بحال شكل الشمه دابا. قلت انتم ما عندكمش الشمه هذيك اللي كتندار هنايا وهنا، قلت له هذه حنا كنديروها في النيف حنايا. قلت له حنا ما عندناش فاسات الشمه ديال هكا، ما عندناش، عندنا هي ديال النيف. قال لي تزعق عليا، قال لي راكو كاين كحل. انا سمعت لك كاين كحل اخوتي، القلب ديالي تزعزع. قال لي صاي انت دروك ودع الحريه، صاي ما تزيدش. انا ما عرفتش واش كان كيضحك معايا ولا بصح، المهم انا خفت، جاني الخوف. اي قال لهم ديوها صاي، قال لي غدو، قال لي غادي نديرو التحاليل وغدوا غدوا نهضر معاك. اذن ولا زعما تعيار يعيروها ويشوفوا شنو هي هذيك الشيء. اي داوني دخلت من هذه، ولا بالكم هذيك الليله ما حبش يجيني الرقاد اخوتي. غادي نخمم ونقول دروك انا حياتي غطي على والو، على طابه. كون مخدرات تقول بعدا تستاهل، انت درتي الذنب. طابه شاريها انا ب 100، كنت شريتها ب 100 درهم، 5 درهم الوحده. تسعه ما كملتش 50 درهم، 10 نديرو 50 درهم. على 50 درهم نضيع حياتي انايا، وكنت غنفح انا، ما غادي نبيع ما نشري. يا خوتي الحباب، هذيك الليله ما دازت عليا، استغفر الله الذنوب. غير نخمم نبغي النعاس، ما يجيني النعاس، ما الناس باش يجيني النعاس كاع، بحال نقول غير نغمض عيني ونفيق. دماغي صاي، نفكر بكذا في الواليد خوتي. نقول انا شنو درت، من اش داني كا غير ما جبتهاش، كا غير ما الخوف على بالك. واحد الخوف جاني شديد، ما عمري جاني ذاك الخوف. ما هو هضر معايا وكذا، قال لي مخدرات، قال لي صاي حياتك ضاعت مؤبد من ايوا. اصبع الحال جابوا لنا صاي، حلوا لابي القهوه كدا هادي. حس شويه دات واحد، والله ما نكذب عليكم، 9 على 10. اي قال لهم جاو عندي، قالوا لي مغربي غير واحد. اي مشيت معاهم، وصلنا عند المدير. السلام عليكم، صباح الخير، كيفك لاباس؟ بخير الحمد لله. اي قال لي جلس جلس وكذا معايا. قال لي مش عارف كدير، من طرح لي اسئله على هاد الطابه هادي. قال لي علاش كيفاش واش كيستهلكوا هاد الناس، عادي خطيره ماشي خطيره؟ شرح لي. بديت كنشرح له انايا بنيتي، كنقول له بالله طابه عادي بتزنزينه خفيفه. قلت له تقدر تقول الدخان مجهد عليها في لادوز. قلت له هادي طابه صاي تزنزينه وصاي بنادم كيدير هكا. قلت له ما تيقتينيش، عطيني ندير شي سطير، عطيني ندير سطير ولا درت شي حركه غير اراديه. قلت له دبر راسكم، نساقمو مني، انا عارف راسي طاب ما دير لي والو. هي قنعتو، المهم انا ديجا كنت مقطوع اخوتي، خصني نضرب شي سطير. قنعتو، قلت له عطيني شي سطير والله العظيم، ولا درت شي حاجه دبر راسكم. هي قال لي يلاه دير، عطاني ديك القريعه هذيك، قلت لها تك 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 تك، سطرتها هكا. صافي انا قلب اللعب درت الطق، ايوا ما كنت مقطوع، بغيت نبرد الصاب بحال نقولو بروفيتي. درت هكا كي ضربتها، مع ما درتهاش من البارح اليوم، كي ما ديرهاش طول، كي تضرب سطير عيني كيبغيو يخرجو ويحمارو. ودرتو انا ضربتو بالجهد ديال الحر، وكتهود لي الدمعة، عيني حمارو ودت لي الدمعة، فهمتوني؟ كي وديت لي الدماء، قال لي من عينك حمار والدماء. قلت له مزيانه العينين، انا بنيتي. قال لي مزيانه العينين. قلت له والله، قلت له حضرات والله الا مزيانه لا قريب، انا غير طلقتها عادي. كنبين له بلا زعما هي كتسرح النيف، الا كان واحد النيف مبلع ولا مخنوق يدير له يضربوه هكايا، هي كتسرح النيف وكتصفي العينين. قال لي راك تزعق، قال لي كتصفي. قلت له
قال لك مني مزيان من الحل قريب. قلت له والله والله حضرت الى ملي حل قريب. باش عام واحد انا هكا صحابي ما كيديروهاش كاع، كيكونوا فيهم هكا الترويحه ولا ضربهم البرد يعطيهم شويه ولا لانهم كيتسرح. قال لي قال انا فيا الاقريب. قلت له دير شي شويه. ضحكوا هكا بنيتي. قلت له دير شي شويه. قلت له مزيان دير شويه هكا. قال لي مني جيت قلت له قلت له تكل على ربي ما تخافش. قبل ما نعطيه يديرها قال لي وقف على رجل وحده. وقفت انا على رجل وحده. قال لي دير هذا درتها. قال لي دير حركه درتها درتها. ملي عطى قال لي واحد الحركه درت ديرهم درتهم ما كاين والو. قلت له نهضر معاك عادي. اي قال لي صحيح الحمد لله. قال لي ما كان والو. اي عليا واش بدينا كنهضروا على الكريب من العين كذا هذه مزيانه العينين منها. قلعته قلت له دير شي شويه ما دير لك والو. قلت له الله حضرت ما مخدرات هذه راه غير طابه مزروعه في الجبل والغابه كدير منها كيصوبوها الناس هكا كيحكوها كيديروا فيها هذاك الرماد ديال الداليه. واش باكا طابه كتنفح بالنيف الله يعفو على الجميع. قلت له رقيصه وكذا بحال نقولوا بليت الفقراء فقير بلي كيمشي لطابه. باش زعما نبسط لكم اخوتي الفقراء المبليين كيمشيو لطابه ما يقدوش على الدكار لو ما يقدوش على داك صاحب بنا مساحات كيقول نتبلع نتبلع بطابه كيمشي لطابه. حتى هي واعره اخوتي خطيره حتى هي حتى هي كضر مع الوقت من شحال ديال الناس ضراتهم. هو اي كنشرح لكم انا لا فلا كل واحد قنعتو. قلت له هضرت دي شويه من كذا ولا مع كان فيه في لا قريب انا ما قال لي صافي. قال لي دير لي شويه داك لي شويه صوبتها له هكا. قلت له ولكن شوف قلت له تشدني فيك هكا ما تتبلع جبد مليح النص عاوتاني جاي من هنا جبد مليح النص ساعفني انا نيتي نيتي انايا باش ينيفو يتسرح. انا ماشي نيتي نضره ولا حاجه انا عارف ما دير له والو زعما ما قتلو ما طابه شنو هو نيفو ولا تيتسرح. انا نيتي نيفو غيتسرح صاي دارها. قلت له جبد مزيان دار جبد. قلت له كمل الاخرى. علاش قلت له كملت الاخرى دغيا الا ما كملهاش غادي صاي غادي حيت هي اول مره بنادم يديرها خوتي. اقسم بالله العظيم تيتبلوكا قبل شي تبلوكا وقالوا شي حاجه ولكن صاي تشدوا الطياره علاش اول مره يدير شي حاجه هذيك الطابه. يا اخوتي غير طلع منا وطلع منا على السما باش تحبس له عاتشي 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 عنده واحد العطسه في جدك اباك هذوك الشيفة الاخرين الكارديانا اباك ابتو موتو بالضحك. يعني هذاك القدر هذاك راح لهم الله غالب هيا وصاب. انا مش ما يضحكوش يضحكوا عاتشي عاتشي. يا اخوتي كيجهل كيجهل ديو ربا عليا ديو ربا بايك تني ديو استغفر الله العظيم. او بداو غاديين بيا قالوا لي على بالك راحت عليك بارطيه راحت عليك الله ما لا ما راه طالقك. قلت لهم انا والله الا غنيتي باش باش يريحهم مني يولي بخير ولا قالوا لي انت سلكتي يا صاحبي تصب بالله ماشي مخدات قناتي. وقال لي وغادي كتقول له مزيانه لا قال اضرب شويه. قلت والله الا نيتي انا باش يريح اي بشي دخلت من هذا استاذي الله غدا جاو عندي قالوا روح دابا عند قال لي والله غير مليحه يلا تلاقيتها هكا السلام عليكم. قال لي والله غير مليحه والله اني فيه تسرح الله ما راه بخويا بارك الله فيك. قلت له معليش حضرت قلت له الحمد لله ما كاين ما خدرت لا والو. لا قال لي قال لي ماشي ما كاين ما خدرت لا والو. قال لي ان شاء الله ايامات وتروح بحالك. قال عندك واحد 4 ايام 5 ايام ترجع بحالك المغرب. هذه القصه اختي بغيت نحكي لكم هي كانت مخوفه يعني بزاف ولكن طريفه يعني مضحكه مع مدير السجن. تحياتي ليه وتحياتي للكارديان انا وتحياتي للسجون هذوك. انا حكيت القصه ديالهم غادي نخلي لكم صندوق راه صباح اخوتي القصه ديال السجن ديالي في تلمسان الجزائريين في داخل السجن ارجال ارجال والله عمرها دار. انا حكيت القصه ديالهم غادي نخلي لكم صندوق الوصف اللي ما شافش هذاك الفيديو يدخل يشوف. هذه القصه ديالي اخوتي كانت مع مدير السجن على طابه وهذه هي ولعبوا على كل واحد. من انا اي بلي اخوتي ما بغيت واحد يتبلى بشي بلي
المهم حتى هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبك الفيديو خلي لايك، قولنا الآراء ديالك في لي كومونتير. تهلاو.